معنا عبر الهاتف الكاتب السياسي عبد الناصر المودع، مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم. حياكم الله. تواصل ميليشيا الحوثي استهداف خطوط الملاحه الدوليه، برايك ما الذي يعنيه تحذير منظمه التعاون الاسلامي؟ هذا التحذير هو تحذير نمطي، كل دول العالم يهمها الملاحه في هذه المنطقه، هذه المنطقه شريان دولي مهم لأوروبا، لآسيا، لأمريكا، لجميع دول العالم، لأنه يربط كما تعرف بين معظم قارات العالم. ومن ثم الملاحة في هذه المنطقة وأمن الملاحة في هذه المنطقة يهم جميع الدول، والحوثيون يحاولوا بقدر الإمكان يعني نقول تهديد الملاحة من خلال هذه الألغام البحرية، والتي تبقى عمليات ذات أثر محدود لأنها يمكن اكتشافها، وكونهم الحوثيين حتى الآن لا يسيطرون ولم يتمكنوا من الوصول إلى مناطق داخل البحر الأحمر بعيدة عن الساحل اليمني، لأنه كما تعرف القوات التحالف تمنعهم من التحرك في داخل هذه المناطق، وبالتالي عملياتهم تظل محدودة كونها تتم في الساحل، ويتم اكتشاف جميع وتم اكتشاف جميع الألغام البحرية التي وضعوها في السابق. لكن هذا مؤشر على أن تقدم الحوثيين وسيطرتهم على الساحل وتخفيف الحصار على الساحل، هذا الأمر سيمنحهم قدرة أكبر على أن يهددوا الملاحة في مناطق المرور الدولي، لأنهم الآن المناطق الذي قادرين أن يضعوا ألغامهم فيها هي مناطق بعيدة عن مناطق الممرات الدولية. نعم. الممرات المائية التي تمر بها السفن، وتحديدا السفن البرية، السفن المدنية. نعم. لهذا السبب هناك خطورة في حال تخفف الحصار عنهم وأصبحوا مسيطرين على الشريط أوسع من المناطق الساحلية، في هذه الحالة سيكون تأثيرهم أكبر في تهديد الملاحة الدولية. كيف يمكن الضغط على إيران للتخلي عن دعم الجماعات الإرهابية برأيك؟ إيران لن تتخلى عن دعم الحوثيين. إيران الحوثيين هم أداة من أدوات تقوية المشروع الإيراني الذي يهدف إلى الهيمنة على المنطقة، وبالتالي لن تغير إيران من استراتيجيتها ولا من أهدافها ما لم تكن هناك ضغوطات قاتلة على النظام الإيراني، يعني تهدد وجود النظام الإيراني. كانت هذه الضغوطات خنق اقتصادي شامل أو عمليات عسكرية أو التهديد بعمليات نعم. عسكرية كبيرة ضد هذا النظام. غير ذلك هذا النظام سيستمر في دعمه للحوثيين، كما أن الحوثيين أيضا سيستمرون في سلوكهم هذا حتى أيضا يهزموا عسكريا. نعم. ويحد من نفوذهم. الأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك.